نعم، يعني أولا العلم الفلسطيني سيبقى مرفوعا، وهذه الراية ستبقى خفاقة ضد كل محاولات طمس السيادة الفلسطينية على القدس. إسرائيل التي بهذه أو ما يسمى مسيرة الأعلام المزيفة التي تحاول من خلالها فرض السيادة على القدس وأنها هي الموجودة، لا، الفلسطينيون هبوا من كل المدن والقرى، سواء في أراضي 48 أو حتى في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، كلهم رفعوا العلم الفلسطيني أمام هذه المسيرة التي يعني نظمها غلاة المستوطنين المتطرفين الذين يعني حاولوا تدنيس البلدة القديمة وباحات المسجد الأقصى. ولذلك لعلكم رأيتم أمام شاشات التلفزة العجوز الفلسطينية وهي على عكاز تتكئ على عكاز، نعم، وتقوم بطرد الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى وتقول لهم يعني برا بهذه العبارة، برا، اطلع برا، وهم كالخراف أمام هذه العجوز، نعم، وأيضا أمام الأطفال سيساقوا كالأغنام وكالخراف، نعم، وستتحرر فلسطين أكيد بإذن الله تعالى، وسيرفرف العلم الفلسطيني فوق مآذن الأقصى وكنيسة القيامة بإذن الله.